انا بشجع عسل، بس انا عامه ماليش في السكواش قوي وبلعب كوره، بس انا شايف ان عسل لاعب مجتهد وحاسه هيوصل. يعني انا كنت بشجع رون جوهر وكسب 3-1، وكنت بشجع علي فرج وكسب الحمد لله 3-1. انا كنت بشجع علي فرج وكسب في الاخر، وكان بيلعب حلو قوي. ايوه علي فرج كنت عايزه يكسب وكسب ولعب حلو قوي. في الولاد علي فرج وفي البنات نور الطيب. مصطفى عصر. علي فرج. انا كده كنت بلعب وانا صغير بس بطلت يعني. واتمرن. ايوه احبها واتمرن. ما انا بلعب سكواش. انا شايف ان هي مفيده للصحه وبتعمل عضلات وكده يعني. حلوه. يعني انا بحب لعبه سكواش قوي. ممكن بستخدم مخي اكتر وبتعلم اكتر.